السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومتابعيني الكرام. وتغطيتنا اليوم من شركة أعمال قيمة للسيرات، موقعها الرياض، معرض النسيم، شارع الشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف. يسعدني أخوان الكرام اشتراككم بالقناة، قناتي المتخصصة بالسيارات. بإمكانكم إضافة على حسابي سناب شات، تويتر، إنستغرام وعلى التيك توك. والتغطية اليوم عن شيفولي كابتيفا موديل 2021، صراحة أصغر سيارة SUV أشوفها بسبع ركاب، سيارة مميزة وجميلة وبنتعرف عليها وبسم الله. وزي ما تشوفون متابعين الكرام، هذه هي الشيفرولي كابتيفا فئة LT 2021، سيارة SUV صغيرة الحجم بسبع مقاعد ما شاء الله تبارك الرحمن. هذه السيارة الصف الثالث، الالتي طراز النصفل، في فئة اعلى منها وفي فئة اقل منها. وللمعلومية هذه السيارة امريكي تجميع صيني بالشراكة مع شركة سايك الصينية اللي هي شركة MG. المحرك الموجود على السيارة هو محرك توربو 1500 سي سي، 149 حصان. صراحة انا يوم عرفت ان 1500 ضايقت، لكن اكتشفت انها توربو و149 حصان على حجم السيارة مناسب. الجير سي في تي ونظام الدفع امامي، اتمنى يوم من الايام اشوف منها خيار دفع رباعي. بالنسبة للمواصفات الخارجية، هذه الفئة فيها فتحة سقف على عكس فئة الستاندر. طبعا السيارة فيها انارة LED، بس نطفي الفليشر يصير LED ابيض. طبعا النور العالي واطي كله هيلوجين، شبك بالكروم المطفي، وهذه هي جنوط السيارة. طبعا كفرات نوع كونتيننتال، مقاس الكفر اللي هو 215-60 ومقاس الجنط 17. رحبنا. عندنا اشارات بالمراية، حناية عفش، سيارة من الجنب الحمد لله المساحة هنا كويسة. هذه السيارة من الخلف، طبعا الجناح الخلفي، مساحة زجاج خلفي، أربع حساسات خلفية وفتحة شكمان، والسيارة LT. طبعا وارد التوكيلات العالمية للسيارات. هذا الصف الثالث، السيارة سبع مقاعد، وزي ما ذكرت صراحة هذا الشيء الكبير المميز فيها. أيضا سعر السيارة، طبعا أتكلم عن سعر اليوم اللي هو 78 شامل الضريبة تقريبا، بس خليني أعطيكم السعر بالتفصيل، 78200 شامل الضريبة. واحتمال السعر طبعا تواصلوا مع الرقم الموجود تحت لان احتمال السعر ينزل. وبالنسبه لصرفيه الوقود، كل لتر بنزين يمشينا 13.4 كيلو بتقييم ممتاز، نوع البنزين 95. فدائما تحدث اسعار عن طريق التليفون. هذه السياره من الداخل، طبعا هذه الفتيحه، طبعا دخول ذكي عن طريق الزر. هذه مقاعدها، صف الوسط، طبعا هذه فتحة تكييف خلفية، صف الثالث. والله حلو صراحة، حلو، في نزول كويس، بس الغريب انه ما عندهم انارة خلفية. وعلى فكرة ما في فتحات تكييف خلفية، نفس فكرة مقاعد النيسان اكستريل، يعني مقاعد اطفال، لكن انا اشوفها هنا افضل من نيسان اكستريل كمساحة. طيب الان ننتقل الى المواصفات الداخلية. سنولع الانارة افضل. الزجاج كهربائي، تصميم الباب طبعا بلاستيك، هنا جلد، هنا مسكات كروم، مرايات كهربائية، تحكم في مستوى إنارة خارجية. هذا هو دركسون السيارة، طبعا فيها مثبت سرعة، أوامر صوتية، تحكم بالنظام الصوتي.
عدات رحلات. وين الإضاءة؟ الـ RPM. السرعة. طبعا قعدت أدور السنتر لوك فنحست شوي بعدين تذكرت إنه هنا. طيب الأنوار ما في وضعية الأوتو. زر التشغيل الذكي. طبعا هذا مكيف السيارة. هذه شاشة السيارة. الغريب صراحة بالشاشة إن ما لها علاقة بشاشات شيفرولي أو جنرال موتورز اللي نعرف لها. غريبة تماما. طبعا فيها كاربلاي بس يعني ثيم. أترك للمشاهد التعليق عن هذا النظام. طيب عندنا السنتر لوك هنا فليشر تراكشن. المكيف لمس زي ما تلاحظون بس ما في وضعية أوتو. ما نبي شايف وضعية أوتو فهو شاشة المميز فيه. وعندنا منفذ طاقة مع ولاد دخان غريبة هي هذه. وفي منفذين USB 5 فولت أو 5 فولت بس. طيب الجير سي في تي. طبعا هذه الكاميرا الخلفية. مع الدركسون. عندنا حاملة أكواب عدد 2 وهاند بريك. تكال بالوسط فيها مساحة تخزين. مراية داخلية عادية بس ما شاء الله حجمها كبير تحسسك انها تعتيم بس عادية. طبعا نور السقف الأمامي هذا هو. الخلفي مد يدك. طبعا يدي انا ما راح تطول لان المسافة طويلة ورا. والشمسات فيها مراية. طبعا شمس الساق والراكب فيها مراية لكن بدون انارة. صراحة السيارة تفتقد لكثرة الانوار يعني بس هذا النور اللي موجود امام وبالوسط. السيارة كبيرة تويوتا ما دام 7 مقاعد المفروض انوار كثير. طيب الدرج الامامي. فيها مساعدة على الطريق ومدري ايش. خدمات تقدمها الوكالة كابتيفا. ما في طبعا ما يحتاج سنتر لوك صراحة في باب الراكب لانه موجود قريب هنا. فانا صراحة انا اشوف يعني مفروض الشركات اذا ما ودها تحط في سنتر لوك عند باب الراكب خلاص يحطونه كل السنتر لوك هنا. فحركة جميلة. مواصفات الامن والسلامة حسب ما اشوف هي الاشياء الاساسية هي فرامل ABS ونظام الثبات الالكتروني حساس كفرات ارباك للسائق والراكب وعدد 7 حزمة أمان. طبعا النظام لازم يكون 7 حزمة أمان. هذه هي ابرز الاشياء اللي موجوده بالشيفرولي كابتيفا. طبعا خليني اعطيكم معلومات سريعه حسب ما اخذتها من موقع يلا موتر. طبعا مميز فينا يعطيك بعض الاشياء المهمه. على هذا طبعا موقع الشركه صراحه في كثير معلومات تستفيد منها. انها 1500 الى اخر وتوربو. فهذه الاشياء جميله. 7 مقاعد. حيز الأمتع الأقصى أنه ما شاء الله 1051 لتر. طبعا بعد ما تصفط المراتب. والشاشة 8 إنش بس صراحة أنا مكان الوكالة والله ما حطيت أنها 8 إنش لأنها تفشل أمانة. لا أحد يزعل بس صراحة تفشل. طيب أنا وين أخذت في برضو عندي في الاستديو أغلاق هذه. طيب هذا موقع يلا موتر. طبعا سيارة خزان الوقود 52 لتر وعزم الدوران التورك 255 الأحسن 149 الجير سي في تي. طبعا هم صنفينه 5 مقاعد لا هي 7 مقاعد ودفع أمامي 1500 سي سي. طبعا 1.5 لتر توربو. هذه هي أبرز الأشياء عن شيفرولي كابتيفا متابعين الكرام. السيارة صراحة اللي يبحث عن سيارة عائلية. طبعا كابتيفا موجودة من زمان بس ما أدري حاسة صارت حجمها أصغر من الموديل اللي قبل لكن زادت صف يعني استغلوا المساحة الخلفية استغلوها وحطوا صف 7
عفوا قال صف سابع متوسطة. المهم حط صف ثالث اللي هو 7 مقاعد. فأشوف هذا الشيء الوحيد اللي ميزه عن الشكل السابق، لكن الشكل السابق كان ينافس السبورتاج التوسان. هذا حس على موضوع الكارتة بس أطول شوي كذا عشان الصف الثالث. هذه أبرز الأشياء أخوان الكرام، أتمنى تكون عجبتكم السيارة، أتمنى ما أكون طولت عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله.